تالت جلسه بفضل الله، وتاني جلسه حجامه. احنا بدانا بالتقويم على طول، عندنا انزلاق غضروف قطني عجزي، والدكاتره كلها بتقول بلا استثناء قالوا لك عمليه، قالوا لك اعمل لازم عمليه. لان احنا في التقويم الحمد لله رب العالمين، بفضل الله فرق كتير جدا الحمد لله، في المشي الحمد لله، الحمد لله في القعده، وانا بسوق على فكره عربيه، في المشي والقعده بجد يا فضل الله وفضل الدكتور حبيبي، يعني الدنيا اتغيرت تماما. احنا الجلسه الاولى قلت لي في تحسن 65%، الجلسه الثانيه الموضوع زاد الحمد لله، النهارده وصلنا بتقول 70 75 الحمد لله بفضل الله. الحمد لله ده حاجه عظيمه جدا. الحجامه المره دي جايبه كمان حاجات عظيمه، التهابات، كميه التهابات غير عاديه، وانت اهم حاجه التعليمات ماشي عليها مظبوط الحمد لله في القعده والوقفه والحاجات والادويه ان شاء الله هنخلص منها كمان ان شاء الله باذن الله. احنا هدفنا طبعا ان احنا ما حدش يخش عمليه، اي حاجه نقدر نقوم بيها ان شاء الله. بس الحمد لله رب العالمين، يعني شايف في تحسن الحمد لله. الحمد لله فاض كله فاضل الله. شرفتنا يا استاذ صلاح حبيبي، مش عارف اقول حبيبي بالشفاء ان شاء الله. شرفتنا يا فندم، الف سلام عليك. الله يسلمك.